مرحب فيكم مشاهدينا في حلقة النصف نهائية من مسابقات سين جيم، واللي وجه إلى إقامتها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف تنمية وتنويع مصادر الثقافة والمعرفة في المملكة. أكيد أيضا نتوجه بالشكر الجزيل إلى بنك البحرين الوطني على رعايتهم لهذه المسابقة اللي شفتوا من خلالها 12 فريق، 12 عائلة تنافسوا، تأهلوا منهم 6 عوائل، ومن ال6 عوائل تأهلوا 4 عوائل للنصف نهائي. اليوم معانا في الاستديو عائلتين، الرابح منهم راح يتأهل إلى الحلقة النهائية ويتنافسون على الجائزة الكبرى وهي 100,000 دولار أمريكي. اليوم معانا في الاستديو العوائل المتأهلة، عائلة أبو عبد العزيز نرحب فيكم اليوم معانا، وعائلة محمد أيضا نرحب فيكم اليوم معانا في هذه الحلقة النصف نهائية. عائلة أبو عبد العزيز ببتدي وياكم، شلون الاستعدادات نصف النهائي؟ يعني الاستعدادات مرحلة حاسمة، يعني يمكن احنا فزنا في مرحلتين، لكن اليوم يمكن هي خطوة مهمة عشان مرحلة مصيرية بالضبط حق المرحلة النهائية. يا تروحون للنهائي يا نطلع من المسابقة، يا وإن شاء الله ما حد خاسر في المسابقة. يعني كفاية المشاركة والاستفادة من هذه المعلومات ودعم مبادرة سمو الشيخ خالد، هاي بحد ذاته فوز لجميع المشاركين، لكن أكيد الكل يطمح للوصول للمباراة النهائية. أكيد طبعا، مثل ما قلنا الهدف نعزز الثقافة والمعرفة في هذه المسابقة. عائلة محمد منورينا اليوم، منورين. شلونكم؟ شلون أموركم؟ استعداداتكم شو أخبارها؟ الحمد لله والله، ان شاء الله الله يوفق لنا ويوفقهم ان شاء الله، ان شاء الله نقدم حلقه حلوه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله قوي ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم التوفيق عائله ابو عبد العزيز وعائله محمد، وما بنطول عليكم اكثر من كذي. اتوقع انتم متوترين كثر ما احنا متوترين، نبي نعرف من العائله اللي بتروح حق الحلقه النهائيه. مشاهدينا بنروح حق اول جوله، جوله الزهبه. الزهبة، خلاص انتوا في الحلقة النصف نهائية، عرفتوا القوانين، عرفتوا بالضبط الأسئلة نوعيتها، دقيقتين على الساعة نسأل أسئلة، سمعوا السؤال كامل، نصيحتي لكم ها لا تطقون على الزر عشان ما تخسرون النقاط. جاهزين؟ جاهزين. نبتدي؟ يلا بسم الله. حديقة قديمة اشتهرت بلعبة الجوكر والقطار السريع. الحديقة المائية. الحديقة المائية إجابة صحيحة. بدون أل التعريف اذكر منطقة واحدة في البحرين بحرف القاف. قرية. قرية إجابة صحيحة. بدون أل التعريف اذكر منطقة واحدة في البحرين بحرف الميم. مدينة عيسى. مدينة عيسى إجابة صحيحة. أكمل المثل. أحر ما عندي. أبرد ما عندك. أبرد ما عندك. مكان في البحرين يضم سلالات نادرة من الحيوانات. محمية العرين. محمية العرين إجابة صحيحة. اسم قديم للبحرين بحرف الدال. دلمون. دلمون إجابة صحيحة. السلطات عبارة عن سلطة قضائية، تنفيذية و تشريعية. تشريعية إجابة صحيحة. من هو هداف المنتخب البحريني تاريخيا لكرة القدم؟ إسماعيل عبد اللطيف. إسماعيل عبد اللطيف إجابة صحيحة. منطقة التخييم المشهورة في البحرين. الصخير. الصخير إجابة صحيحة. في أي عام تم الاحتفال بمئوية الشرطة؟ 2019. 2019 إجابة صحيحة. السفرة الخليجية أول كتاب أصدر في مجال الطبخ نشر عام 1984 وهو من إعداد باس. أفنان الزياني. في أي يوم يعقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية حاليا؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين إجابة صحيحة. أين اكتشف أول بئر للنفط في شبه الجزيرة العربية؟ العراق. إجابة خاطئة. عندنا سؤال. سؤال عندكم. البحرين. البحرين إجابة صحيحة. من أكبر الحدائق في البحرين حيث تبلغ مساحتها 80,000 متر مربع وتقع في الرفاع؟ حديقة خليفة الكبرى. حديقة خليفة الكبرى فعلاً. عائلة عبد العزيز أبو عبد العزيز إجابة صحيحة. وبكذي انتهينا من فقرة الزهبة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عائلة أبو عبد العزيز معاكم 95 نقطة في رصيدكم
عائلة محمد 25 نقطة في رصيدكم. دائما أقول وأذكر المتسابقين والعوائل أن إحنا ما نعرف شنو يصير لنهاية الحلقة وما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل، فللحين ما نعرف شنو هي النتيجة. أكيد مشاهدينا راح نتواصل معاكم، لكن من بعد هالفاصل خلكم معانا. استثمر مع الوطنية اليوم وقد تكون أنت الرابح. متواصلين معاكم مشاهدينا مسابقة سين جيم الحلقة النصف نهائية. معانا عائلة أبو عبد العزيز 95 نقطة من جولة الذهبة، عائلة محمد 25 نقطة من جولة الذهبة. للحين ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل. بنشوف الجولات الجاية وبتحدد مصير العائلة اللي راح تنتقل للحلقة الأخيرة وتتنافس على $100,000 أمريكي. أما الآن قبل ما نخلص جولاتنا راح نرحب بضيوف الشرف اللي معانا طوال فترة البرنامج. الفنان أحمد شريف، يا هلا ومرحبا فيك. سامحة حبي في السماعات وفي في الصج. هلا والله نايلة، منورة بالأبيض ومنورين. إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله. حيلكم الفنانة هيفاء حسين، يا هلا ومرحبا. يا هلا والله، يا هلا فيكم ومساء الخير على الجميع، وإن شاء الله أكيد توفيق للجميع. إحنا متحمسين إن شاء الله بإذن الله. الفنان سامي رشدان، يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك، مساكم الله بالخير وجميع المشاهدين، ومتحمسين حق اللي بيوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله. متحمسين اكيد، نبي نعرف من العائله اللي بتوصل للنهائي وبتلعب تاريخ 16 ديسمبر. مشاهدينا ما بنطول عليكم اكثر، بنروح حق فقره منه الصح. منه الصح؟ تعودنا عندنا ثلاث أسئلة حق عائلة أبو عبد العزيز، ثلاث أسئلة حق عائلة محمد، ثلاث خيارات لضيوف، 20 ثانية الاختيار عندكم والكرة في ملعبكم. دائما نقول لكم جاهزين؟ جاهزين. نبتدي؟ نبتدي إن شاء الله بإذن الله. عائلة أبو عبد العزيز دامكم متقدمين نبتدي معاكم كالعادة. من هو مخرج المسلسل الكويتي الشهير على الدنيا السلام؟ نسمع أحمد شريف شي يقول. المخرج هو حمدي مصطفى. تعرف المسلسل؟ اي نعم، اخرج كذا مسلسل، بس هذه هو من انجح مسلسلاته. من الابطال؟ انا قاعد اسولف لي العيله ولا ابيات. خلص وقتي نايله، ممكن اعاده؟ بعطيك اعاده عقب. هيفاء. المخرج حمدي فريد. وهذا المسلسل مشهور كويتي، وابطاله يعني الفنانه سعاد عبد الله، تعرفون يعني اكيد حمدي فريد المخرج. سامي. لا انا اختلف فيها، فريد حمدي وللكثير من الاعمال اخرجها في الكويت، درس خصوصي وعلى الدنيا السلام، محظوظ مبروكه، وايد وايد تاكد منه فريد حمدي. الاجابه الصحيحه جوابه هو المخرج حمدي فريد، مسلسل على الدنيا السلام، محظوظه ومبروكه. حمدي فريد الإجابة؟ أكيد. إجابة من كانت حمدي فريد؟ هيفاء. إجابة؟ هيفاء. هيفاء؟ هيفاء قلتي حمدي فريد؟ حمدي فريد نعم. تابعتي المسلسل؟ تابعته. حمدي فريد؟ إي. الإجابة صحيحة فعلاً، حمدي فريد. 20 نقطة لكم عائلة عبد العزيز. عائلة محمد سؤالكم يقول: أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي. سامي شو تقول؟ معروف، مضيق باب المندب. من؟
مضيق باب المندب. باب المندب قال. تعرف وين باب المندب؟ إيه في الخليج. مركز والله حيفاء. ما قنعنا بس أنا أقول مضيق البوسفور. من؟ البوسفور. عندك اعتراض أحمد؟ البوسفور. عينهم عليك. مضيق هرمز. الجواب هو مضيق هرمز. مضيق العربي إيه هرمز. يلا. معلومات الجغرافيا الحين وقتها. أحمد شريف. أحمد شريف. مضيق هرمز. إجابة نهائية. الخليج العربي. عائلة محمد اختاروا أحمد شريف العربي. وأحمد شريف قال مضيق هرمز. بين السودان وماكو. الإجابة صح. الإجابة الإجابة صحيحة فعلا. 20 نقطة عائلة محمد. نرجع لكم عائلة عبد العزيز. أي من الأشهر تبلغ عدد أيامه 28 يوم وتصل إلى 29 يوم في السنة الكبيسة، أي كل 4 سنوات؟ نسمع أحمد شريف شي يقول. أنا أقول شهر مايو. مايو غدار يعطيك 28-29 يلعب على الحبلين. مايو تعرف أنت عزيز مايو. مولود أنا في مايو. أوكي. هيفاء والله معلوماتك تقدرين تجاوبين على العيلة دايركت يعني فبراير وانتم غامضين. لا وانتم غامضين غلطانة. شهر نوفمبر اللي صار 29 يصير نوفمبر، وإذا 28 نوفا بدون بمبر. تأكدوا من هالشغلة. هذه دليل النمو. مقنعة. خير الأمور أو سطحة. بدون بمبر. هيفاء. هيفاء فبراير. ما أقدر أحججكم صراحة. فبراير إجابة صحيحة. زي ما قلت ربعي الأول. لا مو مقتنع بالإجابة. أرن عند هيفاء صح. عائلة محمد. سؤالكم يقول من أهم المساجد في مصر والعالم الإسلامي وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة. نسمع سامي شي يقول. معروف ما يبي له شيء في كل مسلسلات والأفلام وأشياء المصرية يذكرونها لنا. جامع الأزهر. هيفاء. جامع السلطان حسن. يعني شيء قديم وايام. احمد شريف. لا انا من الاسلام. ابي اتسولف انا ما عندي معلومات زياده. تقول قديم سلطان العالم الاسلامي القديم. نعم. سلطان ايام قبل يعني ايام قبل ايام لازم تربطون. ايه سلطان حسن الحصاها الكبر كانت. ايه يعني عدل. شو تقول احمد شريف؟ الجواب هو الجامع الكبير. وانتم غامضين. انتم غامضين على فكره ويعني لا تتفهم دايركت علي انا. وانتم غامضين بالاجابه. الجواب الجامع الكبير يقول. إيه؟ جواب احمد. إيه؟ لا احنا نختار سامي رشدون. جامع الازهر. إيه؟ جامع الازهر. إيه؟ جامع الازهر في مصر. مصر. في وين؟ مصر. في مصر. اجابتكم صحيحه. جامع الازهر في مصر. 20 نقطه. عائله ابو عبد العزيز شو اخبار اعصابكم؟ والله كول. كول؟ شاء الله. أحب هالكلمات. سؤالكم يقول إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم وهي الوحيدة التي يظن بأنها أسطورة. ها أحمد. حدائق. عزيز ركز وياي تكعني كل ديك. جواب عندي. حدائق بابل المعلقة واللي تقع في محافظة بابل في العراق. أتحدى هيفاء تقول جواب غير. أكيد بتقول جواب غير. تفضلي هيفاء. أكيد يعني صدقك يعني أقلدك مثلاً ولا شنو؟ قول إيش عندك؟ تاج محل. إيه معروف يعني تاج محل بالهند. دلهي. سامي. لأنه حدد المنطقة بغداد. وين قلت المنطقة في؟ بابل. وتفضل جاوب سامي. سامي انا ما بتبعد عن مصر ما دام احنا في الازهر. احنا بتكون في مصر. الاهرامات طبعا وتكون في الجيزه. عندهم منطقه اسمها الجيزه من سنين هاي الاهرامات موجوده. هاي عائله ابو عبد العزيز.
شنو الجواب؟ تاج محل موجود في الصالة. أبو ظبي موجود في الصالة. شنو جوابكم؟ ما أعرف. نحتاج جوابكم يا عائلة أبو عبد العزيز. الأهرامات اللي هي الفراعنة. لا لا. أوكي بس. أحمد شريف الأهرام. أحمد شريف؟ لا لا. حدائق بابل. حدائق بابل المعلقة. الإجابة الصحيحة تقول عيني في عينك. الإجابة الصحيحة شنو؟ بابل بقى شنو؟ حدائق بابل المعلقة إجابة صحيحة. آخر سؤال في هذه الفقرة، من هو الصح؟ عائلة محمد، سؤالكم يقول سهلة، من هو الشخص الميهود؟ سامي معروفة بعد، الميهود المريض بعد، وين فلان ميهود راقر في غرفته مريض بعد زين من شدي بعد، أفسر الماء بالماء يعني ما يصير. هيفاء الميهود هو الهادي من الهاء يعني هلو. هود ميهود هادي. أعرف أنك كذاب. لا ما فسر لي. ها أحمد. الميهود هو الحزين. خف علينا. لا تشتغل علينا دراما. يعني شلون حزين؟ ما نبي حزين يعني لا حيكلم جماعة دي ميهود اليوم. مزاجه مو بوكي ميهود. حزين. نعم. شو تقولون يا عائلة محمد؟ ما تركب. المريض سامي. سامي. الميهود هو المريض. إجابتهم صحيحة. إجابة صحيحة فعلاً. مبروك عليكم 20 نقطة. وبكذي انتهينا من فقرة من هو الصح. عائلة أبو عبد العزيز في رصيدكم 155 نقطة، عائلة محمد 85 نقطة. ما زلنا في الجولة الثانية، للحين ما نعرف من بيتأهل. بنطلع فاصل وراجعين نتواصل معاكم. حلقة النصف نهائية من سين جيم. خاطري وحاب ان اشوف الفرحه اللي في وجهه عقب ما فاز في النزال نفسه. هذه تكفيني الدنيا وما فيها، يعني مجرد ان انت تخلي واحد من ذوي العزيمه يفرح بيوم واحد بس على الاقل، يعني تخليك مرتاح طول حياتك. بس هذه ابدا انا ما اسميها مبادره، انا اسميها بالعكس هي واجب من عندنا احنا ان احنا نقوم به. مثل ما شفتوا الشاب محمد يعني أدى أداء ممتاز، التدريب اللي دربناه أتقنه من أحسن ما يكون، فما في شيء مستحيل. متواصلين معاكم مشاهدينا حلقة النصف نهائية من سين جيم. معانا في الاستديو المتأهلين عائلة أبو عبد العزيز عندهم 155 نقطة، عائلة محمد 85 نقطة. العائلة اللي راح تتأهل اليوم راح توصل للحلقة النهائية تاريخ 16 ديسمبر، وراح يمكن تفوز بالمئة ألف دولار أمريكي. أنا متوترة، أنتم متوترين؟ انتم مو متوترين؟ ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. انتم متوترين؟ لا. ليش انا الوحيده المتوتره؟ انتم متوترين؟ لا الحمد لله. بس انا الوحيده المتوتره عليكم. مشاهدينا راح نروح حق تحدي ولا كلمه. ولا كلمه، خلاص تعودتوا على اللعبه. بيطلع شخص من الفريق يمثل حق اعضاء الفريق 45 ثانيه، إذا ما عرفتوا الجواب 45 ثانية إضافية. الشخص اللي مثل مع الممثل
وتساعدون بعض وتحصلون 10 نقاط بدل ما تخسرون ال 20 نقطة. خلاص جاهزين؟ نبتدي؟ جاهزين. يلا عبد الله بيمثل؟ عبد الله. يلا عبد الله. حفظنا من الممثلين. مروة شهور. حياك عبد الله. الله يحييك. يلا. كل مرة ابتدي بالقوة. لحظة خليني أشوف كاملين؟ لا كاملة. يلا. الثالثة يلا تفضل. تحب رقم ثلاثة شكلك. إيه. يلا. أوكي. تفضل هني. يلا قولي جاهز. جاهز. جاهز تفضل. كلمتين أغنية. ثانية. الأولى. عطر. إيه. ثانية. عطر الليل. عطر المطر. عطر ندى. عطر الغيث. الأمطار. السحاب. عطر السحاب. إجابة صحيحة. عائلة أبو عبد العزيز 20 نقطة. لا خلوا بس ثبتوا زين ثبتين عبد الله حق التمثيل. يلا يا عائلة محمد. يلا حياك. شنو بتختارين؟ بعد الثالثة؟ شفيها فضل. اوكي؟ اوكي. جاهزة؟ كم خليها هني شلون تغشين؟ بس هما لا. قولي جاهزة. جاهزة. جاهزة تفضلي 45 ثانية. مسلسل. كلمتين. بحريني. قديم. قديم. أول كلمة. أول كلمة. شنو فريد. 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 فرجان الأول. فرجان. فرجان الأول. ملف الأياويل. لا. إيهال. عزاوي الدار. البيت العود. ملف الأياويل. فرجان الأول. و. الأولى. زين. فريد. فرج صويلح. عشرة. فرجان. فريد. الأولى. خمسة. فريد. ثانية. اثنين. خلص الوقت. تعالي اختاري لي من بيمثل وياك ولا من بيمثل عنك براحتك. أحمد. 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 يلا يا أحمد. طيب. يلا أحمد. حياك. وقع عليك كلمة ثانية بس. ها؟ سهلت عليك المهمة. شكلها صعبة الثانية. والله توقعت. صعبة دي. يلا إن شاء الله. شلون نيلة؟ شلون نيلة؟ إي شلون نيلة؟ شلون أنا أمثل بدالك؟ نيلة شلون دي فهميني نيلة؟ يعني يعني أوكي أوكي يلا يلا بحاول. أوكي. ها أحمد. بس يلا يلا. يلا سهلت لك اياها. لا ان شاء الله عاد تسهل عليهم. يلا يلا بتمثلون ويا بعض. يلا يلا اوكي. خمسة اربعة ثانية. احول ويعقب ويدي. يلا تفضل. اول كلمة فريج. اوكي الثانية. جد احمد شوي. ال ال شنو؟ فريج العين. فريج العيون. فريج العائلة. فريج فريج اليهال. فريج الاطفال. فريج العتاوية. مو بحريني دي. مو بحريني فطور. كويتي. شو قلت العتاوية؟ ما ادري والله. بس كنت بحريني. 20 نقطة. يلا يا عائلة أبو عبد العزيز. يلا يا عبد الله. لازم تعلمونا إياها. هني. يلا قول لي جاهز. جاهز. تفضل. مسلسل كلمة واحدة. ال غضب سيف ضرب طرد. هذه مدرس المعلم المدرس المدرسة مدير طالب طرد. هذه المطرود طرد. بحريني هو برنامج. اوكي برنامج. ايه اوكي. اسم اسم الطير. اسم طير. الشاهين. الصقر. الصقر. النسر. الحمام. عشرة. البلبل. عصفور. البرق. خمسة. اثنين. واحد. صفر. عبد الله اختار ممثل
سامي. سامي شو الحمد يلا يا سامي. ليش تتوترون؟ لا لا ما نبي نخيب ظن احد. ما نبي نخسر احد. قلت صعبة. جدمو يلا جاهزين؟ تفضل خلاص الطيور عقب العقاب العقاب وايش رايك فيه؟ سويته مو مشف ما شلون 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 يعني قلت له في بولي لانه هم متفقين على يعني اكيد جايين كل عائله قلت ترتب مثل في عائله قالت يبدأون حرف السين إيه حرف السين إيه يعني فقلت انتم متفقين على شغلات عطى الحرف اللي هم سووا السين وهم ذيلا كل مره سووا روميو اي مثلا سووا قال له الاسم ما شلون والله فنانين والله يلا يا عائله محمد يلا 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 تفضلي اوكي قولي لي جاهزه جاهزه تفضلي مسرحيه ثلاث كلمات اللي في الناس في في الأولى؟ أوكي أنا أنت أنت شعر؟ أنا وأنت؟ أنت أنا مارا أول حرف أول حرف يلا ركبة راء ريل راء أوكي راء رجل 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 في البيت رجل رجل في بيتي عشرة رجل في الغابة رجل في الحظيرة رجل في البيت رجل في المنزل رجل في شنو في العمل رجل يشرب شنو لا تقولي تعالي هني اخترتوا احمد اخترتوا سامي ما عندكم الا هيفاء هي تساعدكم تعالي يا هيفاء الله يعين قدها ان شاء الله قدها لا ما يلا بال يصير نركض الشاطئ كيفك صح لا يصير التمثيل الكعب التمثيل لعبته شنتي انزين ما خلصوا طبعا من الجزء الاول الحين هي اول الاخر كلمه الاخيره يعني رجل في اخر كلمه الاخيره جاهزين جاهزين يلا تفضلي رجل في شاطئ ال الحظيرة في الملعب الجري الجري الهروب الصيدة رجل, رجل في الصيدة في الصيد رجل في الصيد رجل في الصياد في الصيد في الصيد في الشياد في مشي الشا رجل في في الشاردة رجل عشرة في الصيدة ما صرت تسوي الحرب رجل في الشدة ثلاثة رجل في الشارع في الصيدة في الصيدة رجل في المصيدة في المصيدة أنا بغيت ألعب لعبة الصيد ما تمشي ما عليه ما عليه ما عليه ليه باقي تطلع المحاولة مصيدة رجل في المصيدة كان قاعد يلعب لعبة الصيد كل شيء بس عارف في الأخير يلا ها تبي عزيز يطلع مثل بدالك؟ لا قلنا مصيده شلون بسوي هنا؟ شلون مصيده شلون؟ سوي الفار كذي؟ شداخه اي شداخه اسهل يلا مره ثانيه جاهز؟ جاهز يلا روح مسلسل ثلاث كلمات الاولى على ايه ثانيه ثالثه ايه على الدنيا السلام على الدنيا السلام يا سلام ما شاء الله خمس ثواني ما شاء الله يلا يلا تمثيل مرة ثانية الاعتماد عليك اليوم كله وكله غلط لا لا فنانة انت جاهزة؟ مسرحية صح؟ اي جاهزة؟ اي جاهزة يلا تفضلي مسرحية كلمتين في النص و و الأولى راء رجل رجل
رجل و رجل وامراه. رجل وامراه اجابه صحيحه. 20 نقطه عائله محمد. خلصنا ولا كلمه. انتهت الجوله. انتهت الفقره. عائله ابو عبد العزيز 205 نقطه. ما شاء الله. عائله محمد 115 نقطه. ما زال عندنا جولات في المسابقه. الحلقه النصف نهائيه. ان شاء الله اكيد بنتواصل معاكم، لكن بعد هالفاصل مشاهدينا لا تروحون بعيد، خليكم معانا. استثمر مع الوطنية اليوم وقد تكون أنت الرابح. متواصلين معاكم مشاهدينا مسابقة سين جيم، الحلقة النصف نهائية مع عائلة أبو عبد العزيز في رصيدهم 205 نقطة، عائلة محمد 115 نقطة. شلونكم؟ إن شاء الله أمورنا طيبة. أموركم طيبة إن شاء الله؟ للحين ما خلصت المسابقة. للحين ما خلصت المسابقة، للحين ما ندري. لأن جربنا في أكثر من مرة، دائما النتائج يعني مرة إحنا كنا متقدمين تقدموا علينا، مرة ناس متقدمين علينا إحنا تقدموا، فالمسابقة للنهاية يعني. مسابقة للنهاية، حلو الكلام، بدل ما أنا أقوله عبد العزيز قاله. عائلة محمد شلونكم؟ تمام ان شاء الله. بس اطمن عليكم، لما ساعة انا كنت متوتره انتم كنتوا كول، الحين بس اتاكد. للحين انا كول. انا بعد كول صرت نفسكم، دام انتم كول انا بعد صرت كول. نروح حق الفقره الجايه، ونروح حق تحدي صح وخطا. صح وخطا، سؤالين عائله ابو عبد العزيز، سؤالين عائله محمد، تعرفون الاليه، تختارون احد ضيوف الشرف يجاوب عنكم السؤال. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. عائلة ابو عبد العزيز 205 نقطة، وابتدي معاكم. سؤالكم يقول: ما هو اسم أكبر بحيرة في كوكب الأرض؟ من تختارون يجاوب عنكم السؤال؟ سمعت اسمك. من يجاوب؟ سامي. يلا يا سامي. الله يعينك. غيروا رايهم. هذا انا معلوماتي بعد. بحري غزير في المعلومات. اكبر بحيره؟ يعني اكيد بحيره. اكبر بحيره. اكيد. ايه ما اللي صوب نويدرات؟ سامي. لا لا، اكبر بحيره الجواب اللي عندي بحيره بايكل في روسيا. بايكل في روسيا. هاي يا عائلة أبو عبد العزيز، إجابة صحيحة أم خاطئة؟ سامي قال بحيرة بايكل في روسيا، صح ولا غلط؟ شو تقولون؟ خطأ. خطأ؟ إذا خطأ تعرفون الجواب الصح؟ لا بس يعني حسينا أنه يمكن هي تكون صوب ألمانيا هناك، أوروبا شرقية مو صوب روسيا. توقع. من اللي قرر الجواب؟ من اللي قال؟ ثلاثتنا. ثلاثتكم قلتوا خطأ؟ ينقصوننا إلي إذا غلط صح؟ لا ما ينقصون. ما ينقصون. الجواب خطأ فعلاً. 20 نقطة. الجواب قزوين. عائلة محمد سؤالكم يقول: برنامج أطفال كان يقدمه الفنان مصطفى رشيد، ويتناول في كل حلقة معلومات عن دولة معينة، من بيجاوب عنكم السؤال؟ أحمد. أحمد؟ أي. عائلة محمد يبون أحمد. البرنامج اسمه بحر الحكايات. برنامج أطفال يقدمه
صح ولا غلط؟ بحر الحكايات. إجابتكم؟ صح ولا غلط؟ خطأ. خطأ؟ أحس. تعرفون اسم البرنامج؟ لا. لا بس بحر الحكايات مسلسل. الإجابة؟ متأكدة منها. بحر الحكايات مسلسل؟ إيه بحر الحكايات مسلسل بحر. مسلسل. يعني. الفنان مصطفى رشيد كان موجود في بحر الحكايات؟ موجودي. الإجابة خطأ فعلاً. البرنامج اسمه علاء الدين. سؤالكم التالي يا عائلة أبو عبد العزيز يقول: ما الطاقة التي يولدها البرق؟ مين بيجاوب عنكم السؤال؟ هيفاء. هيفاء. وقع الاختيار عليك. طاقة كهرومغناطيسية. عبد العزيز اوريدي درس علمي يعني ما يحتاج. غلط. خطأ. إجابة خطأ. شو الإجابة الصح؟ كهربائية. إجابة كهربائية؟ متأكد عبد الله؟ لا شكله مو درس عدل ما كان شاطر. الإجابة الصحيحة هي الكهربائية. الكهربائية. الكهربائية فعلا الإجابة صحيحة. إجابة هيفاء خاطئة. السؤال الأخير يا عائلة محمد، سؤالكم يقول: أين يقع مركز صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الشامل؟ من بيجاوب عنكم السؤال؟ هيفاء. هيفاء. يلا يا هيفاء. تكريم. أنت مرأة وبتدلين هاي الأماكن. مفروض. فاكرها. وادي الحنينية في الرفاع. صح. صح؟ تعرفون المركز؟ أحس إيه. في الرفاع هو. تحسين؟ في الرفاع. يعني ماشيين بالإحساس؟ ولا معلومة عندكم؟ هو في الرفاع بس وين بالضبط؟ شايفته قبل أحس هني. هل تقولين أنت تحسين وهو يقول إنه هو في الرفاع؟ كيف؟ إجابة من صحيح؟ كيف؟ كلنا. إجابة هيفاء صحيحة؟ إن شاء الله. صحيحة. وإجابة عائلة محمد صحيحة؟ فعلاً. وادي الحنينية في الرفاع. وبشذي انتهينا من فقرة صح وغلط. عائلة أبو عبد العزيز في رصيدكم 245 نقطة، عائلة محمد 155 نقطة. وصلنا للحظة الحاسمة، اللحظة اللي ممكن تغير كل الموازين. ما نعرف من العائلة اللي راح تتأهل، وشفنا في حلقات سابقة تتغير النقاط في هذه الفقرة. بنروح حق عرفتوا اللحن. عرفتوا اللحن؟ عرفتوا اللحن؟ ست ألحان بتسمعونها من الفنانين. الفريق اللي يتعرف على اللحن يضغط على الزر. سمعوا اللحن بتمعن عشان ما تخسرون من النقاط. 20 نقطة للإجابة الصحيحة، 10 نقاط تنخصم للإجابة الخاطئة. نسمع الألحان. يلا يا أحمد. جاهزين؟ بدون الهاء. بدون هاء. تبون لحنها بأي حرف؟ لام. لا 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 لا. اللهم أكبر غلاك. اللهم أكبر غلاك. الله عليك يا محمد. إجابة صحيحة 20 نقطة. أنت صدت بالإحساس ها؟ لا لأن لحنك صح ما شاء الله. يلا يا هيفاء اللحن. تيرارارا. لا قوة. ولا حد يدري. لو صدق روحي بعد. فكرت هنا ما طلعت. صح
صوتها حلو بس ما حيري اي لحن. احيكم شنو عاد حلو الله يهديك. خلص اللحن وكله نفس الالات. مينينين انا احب اسهل العمليه. لا 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 تيرا 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 تيري ررا را. ايش فيك؟ شيء يا عمه. يا عمه يا عمه اجابه صحيحه فعلا 20 نقطه. نسمع سامي. ها شنو اليوم الاله سامي؟ شنو الاله اليوم؟ ضلوعي اليوم بعزف على ضلوعي انا. كل يوم عندك اله جديده. يلا نسمع منك اللحن. انا مو ولهان. انا مو ولهان. انا جنان عبد الله يبين الاجابه الصحيحه. نرجع حق احمد. شيء هاي اللحن ضحك. النننوني الناس حراموني. الناس حراموني. معروفه من البدايه لنا. ما بداك تغنيها. ما بداك تلحنها. هيفاء والله الاغاني اللي اختارها غريبه عجيبه صراحه. يعني هني عندي الاصاله. الاصاله عندي انا. لا 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 لا. أول مرة تحبي يا قلبي. يا أول مرة تحبي يا قلبي. إجابة صحيحة عائلة محمد. الله ينعم. سامي أنا كل مرة أخلي أحمد يهني ويعطينا اللحن الفاصل. اليوم دورك تيهني وتعطينا اللحن الفاصل لأن الحلقة نصف نهائية ونبي نسمع اللحن ومن اللي بيفوز. اوه يا سامي الله يساعدهم. يلا انا اتحمس يا اللحن. يمكن ارقص ترى. دوزن دوزن العود عدل. يلا يا سامي. عود عود اليوم. اليوم عود. يلا العوائل ينتظرون. يلا 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 متحمسين. يلا يلا 1 2 3. لا 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 لا. سكة سفر. سكة سفر إجابة صحيحة. وبكذي العائلة اللي فازت معانا ومتأهلة إلى الحلقة النهائية عائلة أبو عبد العزيز 265 نقطة بفارق جدا بسيط. عائلة محمد 255 نقطة. ألف مبروك يا عائلة أبو عبد العزيز. عائلة محمد وجودكم معانا كان جدا 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 مثري للبرنامج. شرفتونا. وشنو حابين تقولون في مسابقة سين جيم؟ مشكورين ما قصرتوا والله. استانسنا ومنافسة جدا جميلة. وكبير ومشكورين للجنة ما قصرتوا. مشكور انت. ونوجه الشكر حق سمو الشيخ خالد على هالمبادرة الحلوة. ان شاء الله في الايام الجايه ان شاء الله تكثر هالمبادرات. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وجودكم اكيد كنا سعداء بمشاركتكم معنا في البرنامج. ويعني وصلتوا لهالمرحله اكيد يعني المعلومات اللي عندكم حلوه. وان شاء الله اكتسبتوا معلومات حلوه ايضا من عندنا. عائله ابو عبد العزيز الف مبروك. بنشوفكم ان شاء الله في الحلقه النهائيه ان شاء الله. باذن تتنافسون على $100,000 امريكي. شنو بتقولون؟ ليلى نهنيهم على المنافسه. يعني كان في فرق اكثر من 110 نقاط. اكيد 110 نقطة. ما شاء الله وصلوا لي فرق 10 نقاط. هذه اللي قاعد اقولها 10 نقاط. ايوه نصفق لهم مرة ثانية. أيوة. مبروك يا ابو عبد العزيز. مبروك. مبروك. الف مبروك عائلة ابو عبد العزيز. ان شاء الله راح نشوفكم في الحلقة النهائية 16 ديسمبر. مشاهدينا عائلة ابو عبد العزيز راح يتلاقون مع المنافس الاخر تاريخ 16 على $100,000 أمريكي. نلقاكم إن شاء الله بكرة مشاهدينا. مع السلامة. طبعاً هذه الحلقة النهائية مشاهدينا حلقة استثنائية. ضيوف الشرف متواجدين معنا في الاستديو قبل العوائل. أكيد هذه الحلقة راح يكون فيها مفاجآت حلوة، راح تكون فيها فقرات خاصة، راح يكون عندنا طابع مختلف، راح نشوف عائلة أبو عبد العزيز وعائلة أبو محمد يتنافسون على $100,000 أمريكي. من راح يفوز؟ ما نعرف.
بالزمن ورا والماضي راح نتذكره نتسابق باحلى زمن نتسابق باحلى زمن والمكسب شوفتكم ترى راح نرجع بالزمن ورا والماضي راح نتذكره نتسابق باحلى زمن نتسابق باحلى زمن والمكسب شوفتكم ترى See you.